بالتوقيت العالمي الموحد، نشرة الأخبار من الموريتانية، يصحبكم فيها محمد دول الحي ويستهلها معكم بأبرز العناوين. وكالة التضامن تدشن مركزا صحيا ومدرسة مكتملة في مركز عبد البقر الإداري بولاية الحوض الشرقي. اختتام ورشة تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط في مجال الاتجار بالبشر، والمشاركون يصدرون جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل آلية محاربة الظاهر. بعد هدوء نسبي استمر أياما عدة، القوات العراقية تستأنف هجومها على تنظيم داعش في شرقي الموصل. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين اللواء سيد أحمد الأعمر عيناني مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن. دعا رئيس مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في بلاغ مشترك أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2016-2017 يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016 عند الساعة 5 مساء إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث دشنت الوكالة الوطنية التضامن بمركز عبد البقر الإداري مركزا صحيا في قرية راس الفيل ومدرسة مكتملة في تجمع أجرانها. ويأتي إنشاء هذين المرفقين في إطار جهود الوكالة لمحاربة الفقر وآثار الاسترقاق في الأوساط الأكثر احتياجا في مختلف ولايات الوطن. مواصلة لخطى الإنجاز والتدشين للمشاريع التنموية في المناطق ذات الأولوية في التدخل والقرى والأرياف المحرومة من ثمار التنمية طيلة عقود، تسجل الوكالة الوطنية تضامن لمحاربة آثار الاسترقاق والفقر ولتمش حضورها هذه المرة في قرية جرانة التابعة لبلدية عبد البقر لتسلم للمواطنين مفاتيح مدرسة مكتملة الفصول ومجهزة وفق أحدث المواصفات. المدير العام للوكالة الوطنية تضامن شارك المواطنين فرحة هذا الحدث وتجول بين مكونات هذه المنشأة التدريسية التي سدت فراغا كبيرا في المنظومة التعليمية في القرية. الجانب الروحي كان حاضرا ضمن المشاريع المنجزة، وأصبح سكان قرية جرانة يتمتعون بصرح جديد للعبادة وإقامة الصلاة ومنبر للإرشاد الديني والتوجيه، طال انتظارهم له وتعددت مناسبات طرحه كطلب أولوي وجوهري. وقد شكلت هذه الإنجازات مبعث ارتياح كبير لدى مواطني القرية الذين ذمنوا جهود الدولة وجديتها في القطع مع حقب طويلة من التخلف وتدني مستوى الحياة في الجيوب النائية من الوطن. بعضنا مدارس ولا لبسي ولا محاضر، هذا عبد الله والعبد العزيز. إنجاز عندنا تمتو توعية ومكافحة الجهل. قرية راس الفيل المحطة الموالية في موكب التدشينات التابعة للوكالة الوطنية تضامن لفائدة السكان. هنا شكل تدشين نقطة صحية في القرية تجسيدا حيا لترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع والتزام الدولة بتحقيق هذه المطالب الأساسية. هذا المنشآت كاملة خدمات أساسية واجب الدولة أن توفرها للمواطنين ومن حق المواطنين الولوج اللي في خدمات أساسية كاملة، هذا حق مع الدولة وواجب الدولة تجاههم هنا أنها توفر لهم هذا. وهذا هو اللي جعل أن من الساعة اللي ترأس محمد عبد العزيز التوجيهات كاملة للمسؤولين كاملين والقطاعات كاملة هو العمل من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. عمدة قرية راس الفيل وسكان القرية أشادوا على لسان واحد بالوثبة النوعية التي عرفها أسلوب تعاطي الدولة مع الداخل والوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين. اجبرنا قرياش ومنطقة راس الفيل، واجبرنا الطب واجبرنا الماء، والطب جارة يلي يطبوا ويطبنا ويطب جميع موريتانيا. اليوم إذن يعيش سكان قرية جرانة وراس الفيل فرحة مزدوجة، فرحة التمتع بهذه المنشآت الجديدة ذات الأهمية القصوى التي طال انتظارها، وها هي اليوم تتحقق في ظل أجواء الفرحة الكبرى لذكرى عيد الاستقلال الوطني المجيدة.
وهنا في نواكشوط اختتمت مساء أمس أعمال ورشة تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط في مجال الاتجار بالبشر، وتم تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الحكومة الألمانية. تفاصيل هذا الموضوع مع زميل محمد والبدي. على مدى 4 أيام تلقى المشاركون في هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتمويل من الحكومة الألمانية مجموعة من العروض والمحاضرات قدمت تعريفا للاتجار بالبشر والفرق بينه وبين الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عرض القانون الدولي والإطار الوطني الذين يعالجان هذه الظاهرة. الأمين العام لوزارة العدل وفي كلمة له بمناسبة اختتام الورشة أكد أن قطاعه يسعى إلى تكثيف وتعميم التكوين في مختلف المجالات. ها أنتم بعد 4 أيام من الدراسة والنقاش وتبادل الآراء حول موضوع جريمة المتاجرة بالبشر قد وصلتم إلى ختام ملتقاكم العلمي المخصص لجريمة من أخطر جرائم العصر، ولا شك أن الفرصة التي أتيحت لكم قد استثمرتموها أحسن استثمار حين أخذتم المعرفة من الخبراء الذين ألقوا عليكم محاضرات متخصصة واستفاد بعضكم من البعض الآخر وتبادلتم التجارب والمعلومات، وهذا هو المقصود من هذه الندوة. أيتها السيدات والسادة، تسعى وزارة العدل إلى تكثيف وتعميم التكوين في مختلف المجالات، وسوف يستفيد في المستقبل من هذا البرنامج الطموح جميع القضاة وكتاب الضبط وكتاب العدل وأطر الوزارة وأعوان القضاء، وسيجري التكوين على المستويين الداخلي والخارجي. بدورها أبرزت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا السيدة أنا كاستروس أن هذا الملتقى أتاح فرصة تبادل التجارب والخبرات في مجال محاربة الاتجار بالبشر، معربة عن استعداد هيئتها لتفعيل التعاون مع وزارة العدل خاصة في مجال التكوين. وقد أصدر المشاركون في هذه الورشة جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل آليات محاربة هذه الظاهرة. وتميز حفل اختتام النشاط بتوزيع شهادات تقديرية على المستفيدين من التكوين. اختتمت مساء أمس بنواكشوط أشغال ورشة المراجعة النصفية للبرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب. وقد ناقش المشاركون في هذه الورشة العديد من القضايا المتعلقة بتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية وترقية الشغل والحكامة المحلية. جملة من التوصيات خرج بها المشاركون في ورشة المراجعة النصفية لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب بعد يومين من أعمال الورشة التي توزع خلالها المشاركون إلى 4 ورشات تركز بحثها وتحليلها على 4 محاور هي المكاسب في بلوغ النتائج المنتظرة وآليات التمويل والدعم المؤسسي وديناميكية الإصلاحات وإجراءات تحسين أداء تنفيذ البرنامج. نوه هنا بالصراحة والجدية اللتين اتسمت بهما نقاشاتكم سواء في الجلسات العلنية أو في فرق العمل، وهو فعلا الهدف المنشود من هذه الورشة، إن روح المسؤولية هذه والوعي بأهمية البرنامج بالنسبة للمستفيدين وضرورة ربط وشائج وصلة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في تنفيذه هما حسب رأينا النتيجة الأهم بالنسبة للمراجعة النصفية للبرنامج، والتي أذكر أن هدفها هو تقويم الخلل وإعادة تأسيس ما أمكن من الآليات التي تمت بالصلة بالعمل اليومي والميداني للبرنامج. وهذه مناسبة أود أن أغتنمها لتجديد باسم الحكومة والشعب الموريتاني عظيم امتناننا وعرفاننا بالجميل لشركائنا في التنمية خاصة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على تبنيهم مقاربة الحكومة التي هي الرافد الأساسي لتصور البرنامج وعلى دعمهم السخي ضمن تمويله. التوصيات وردت كاملة ومفصلة في تقرير صياغة أعمال الورشة الذي نوه فيه المشاركون بالإنجازات التي حققها البرنامج، وأشادوا بالجهود المبذولة من أجل تحسين الأداء وبلوغ الأهداف المنشودة. تمديد مدة البرنامج لفترة إضافية كافية، توسيع مجالات تدخل البرنامج ليشمل الزراعة والتنمية الحيوانية إلى آخره،
مراعاة كلفة الموقع والتكفل بإجراءات الحماية البيئية والاجتماعية ضمن الكلفة الإجمالية للمشاريع، تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتشغيل الشباب، مراعاة دعم لصالح البلدية من أجل متابعة المشاريع، تحسين جاهزية واستغلال الاستثمارات، تحسين مسلسل إبرام الصفقات. وشملت التوصيات كذلك تفعيل دور المحصل وتحسين التعاون ما بين الإدارة والبلديات وتكوين الكادر البشري وتوفير الوسائل الضرورية ومراجعة النصوص والإصلاحات لتلائم واقع البلديات، هذا بالإضافة إلى ترسيخ خلية تنسيق البرنامج وجعلها جهازا فاعلا لدى القطاع المكلف باللامركزية. ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة ستتطرق للحملة التحسيسية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب للتعريف بآلية العضوية والترشح للجمعية العامة للمجلس. احتضن فضاء التنوع الثقافي بمقاطعة دار النعيم مساء أمس حفل تخرج الدفعة الأولى من المتدربين في مجال المعلوماتية، ويدخل تخرج هذه الدفعة في إطار الجهود الرامية إلى تزويد الشباب بالمعارف والخبرات في مجالات تخدم عملية التنمية المحلية. يأتي استلام شهادات تخرج الدفعة الأولى من المتدربين في مجال المعلوماتية بمركز التكوين والتدريب المهني في إطار سعي بلدية دار النعيم إلى تكوين وتدريب طلبة الشباب في مجالات يتطلبها السوق، إضافة إلى خلق فضاء ثقافي مناسب يستفيد منه الشباب المقاطعة. أشكر بلدية دار النعيم على الجهود القيمة التي تقوم بها بمجال خدمة العلم والمعرفة. تأسيس هذا الفضاء الثقافي اللي يشمل عدة جوانب من بينها التكوين واللي هو اليوم متشاركين مع حفل تخريج والله تخرج الدفعة الأولى منه. عمدة بلدية دار النعيم هنأ الخريجين مؤكدا أن هذا التكوين يدخل في إطار الأنشطة التي تقوم بها البلدية إسهاما منها في خلق جيل متعلم يساهم في خدمة الوطن والمواطن. يدخل ضمن حرص البلدية ومجلسها الموقر على ولوج هذه الفئة النشطة للحياة العملية من خلال إكسابها بعض المهارات والخبرات الضرورية والتي منها المعلوماتية لتيسير ذلك الولوج، وهو أيضا ينسجم مع التوجهات العامة للدولة خادمة لهذا المجال. المندوب الجهوي للثقافة على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية شكر بلدية دار النعيم على قيامها بهذا الجهد الذي سيمكن هؤلاء الخريجين من زيادة معارفهم في مجال المعلوماتية وما توفره من بحوث. أما المتحدث باسم الطلاب الخريجين فقد أكد أهمية التكوين الذي شكل فرصة استفادوا من خلالها من مختلف المعارف والخبرات في هذا المجال الذي أصبح يفرض نفسه في أكثر من تخصص معرفي. احتضنت عاصمة ولاية البراكنالاك فعاليات المنتديات الجهوية لتحسيس الشباب حول مخاطر وسبل مكافحة التطرف، ويشمل برنامج هذه التظاهرة التي يستفيد منها 20 شابا ورشات تحسيسية حول هذا الموضوع. هي عاصمة ولاية البراكنالاك حيث شكلت آخر محطات قافلة المنتديات الجهوية للتحسيس حول مخاطر التطرف وطرق الوقاية منه. منتديات تحسيسية سيستفيد خلالها 20 شابا من مختلف الهيئات والتجمعات في الولاية من ورشات تدوم 3 أيام وتشمل عروضا ومحاضرات حول مكافحة التطرف وأهداف التنمية المستدامة وترقية المواطنة لدى الشباب. موريتانيا قد اعتمدت مقاربة ضد الإرهاب بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، أشرفت عليها الحكومة بتنسيق من الوزير الأول المهندس يحيى الحدمي، وقد أعطت هذه المقاربة نتائج ملموسة حتى أن البعض أصبح يهتدي بها ويستعين بها في مكافحة الإرهاب. المنتديات المفتتحة بمدينة هلاك تندرج ضمن برنامج أنشطة مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب المنفذ من طرف وزارة الشباب والرياضة. تنظيم هذه المنتديات الجهوية لتحسيس الشباب حول مخاطر التطرف وطرق الوقاية منه التي تجمعنا اليوم تدخل في إطار الخطط العريضة للسياسة حكومة الوزير الأول السيد يحيى الحدمي الذي ترجم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي له أهمية كبرى لفئة الشباب التي عانت عشرات السنوات من جميع أنواع التهميش.
كان لقطاعنا الحظ السعيد تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أكون بابا بإعداد استراتيجية جديدة للشباب والرياضة والترفيه للفترة من 2015-2020. صادرت عليها الحكومة في 30 يوليو 2015. يدخل هذا المشروع محاربة التطرف وترغم الوطن لدى الشباب في موريتانيا بهذا الإطار ليكون أول مشروع داعما لهذه الاستراتيجية الجديدة. المشاركون في الورشات المنظمة ضمن هذه المنتديات التحسيسية ذمنوا العروض المقدمة خلالها. تحسيس امتياح مستفادين من حتى زين في هذا زين عندنا حتى. شاكر الدولة على هذه الورشات القيمة اللي قامت بها التحسيس حول مخاطر الهجرة السرية والتطرف والوحدة الوطنية. هذه الأيام كانوا أيام جيدة، كانت أيام خلق فيها نقاشات ممتازة، قضية ظاهرة التطرف ومكافحتها ومحاربتها، وخلنا من خلاصات زينة. الأسابيع المقبلة ستشهد انطلاق دورات تكوينية لصالح الشباب المستفيدين من المنتديات، وذلك بمناطق تدخل المشروع في 5 ولايات داخلية إضافة إلى ولايات واكشوط الثلاث. نظمت مجموعة سياسية من مدينة طنطان بولاية الحوض الغربي مساء أمس في العاصمة حفلا أعلنت خلاله انسحابها من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل وانضمامها إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وقالت المجموعة إن البلاد عرفت مؤخرا جملة من الإنجازات الملموسة في مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات ذات الصلة بحياة المواطن مما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار. المتحدث باسم المجموعة وضح أسباب انسحابه من تواصل وانضمامه إلى الاتحاد من أجل الجمهورية، مضيفا أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار خلال خطاب النعمة كان يجب أن تلقى التلبية من مختلف الطيف السياسي المعارض. أنا لزمن قبلت خط سياسي مع حزب التواصل وجبرنا فيه مناصب قيادية وهبتنا فيه قدر من الزمن، واللي له فترة خرصت أحوال الدولة، والدولة أنا نعرفها من 61 هي الدولة اللي لا تتقدم، وهو الرئيس عدل اللي قد يعدل، هو عدل ياسر من الإنجازات الطرق ومياه والصحة والتعليم، جامعة هون وجامعة في العيون. في خطاب الرئيس في مهرجان النعمة سمعت دعاء جميع السياسيين الحوار وطني شامل، وكنت أقدر المدى دعاء ولا فاتوا عدى سابق هشي ولا وخطال هشي ولا ملموم عن هشي إنها كانت يا الله تستجاب. ونصل إلى جديد المال والأعمال مع الزميلة فاطمة محمد محمود، ولكن بعد الفاصل. شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ نشاطنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. يتجه العالم اليوم نحو إيجاد مصادر بديلة للطاقة، مصادر تتسم بأن هذا الطبيعة غير ملوثة، ويتوقع الخبراء في هذا السياق أن يرتفع الإقبال على الطاقة الشمسية بنسبة 5.5% في الأعوام الخمسة المقبلة، وتصل تكاليف إنتاج الطاقة من الرياح إلى 15%. ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية
في ختام تداولات الجلسة الثانية على التوالي مع مكاسب الشركات الصناعية والمالية رغم ارتفاع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهو الأمر الذي عادة ما يؤثر سلبا على حركة الأسهم ومكاسب الشركات لا سيما المصدرين. وتقدمت أسهم الشركات الصناعية في بورصة طوكيو مدفوعة بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيادة الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة وتزامنا مع ارتفاع أسعار السلع. أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين بفضل نمو الطلبيات الجديدة، وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على استقرار الاقتصاد الصيني. وبلغ مؤشر كايشن الخاص بمشتريات قطاع الخدمات في الصين 50 نقطة. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة، عودة إلى محمد بعد الفاصل. شكرا لزميلة فاطمة محمد محمود. دوليا، استأنفت القوات العراقية هجوما على تنظيم داعش في شرقي الموصل بعد هدوء نسبي استمر عدة أيام. وقالت وزارة الدفاع العراقية إن قواتها تمكنت من إحراز مزيد من التقدم في المحور الجنوبي شرقي المدينة. وكانت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي عملية عسكرية ضخمة لاستعادة السيطرة على الموصل، وتشارك في العملية قوات البشمركة التي تضيق بدورها الخناق على عناصر تنظيم الدولة من جهات ثلاثة. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن عشرات المسلحين من حركة طالبان قتلوا الليلة الماضية في عملية عسكرية مشتركة نفذت القوات الأفغانية والأجنبية، بينما قتل 4 مدنيين وأصيب العشرات في تفجير نفذته طالبان قرب القنصلية الألمانية بمزار الشريف شمالي البلاد. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنه يأتي ردا على ضربات جوية نفذها حلف شمال نيتو على قرية قرب مدينة قندوز الأسبوع الماضي قتل فيها أكثر من 30 شخصا. من أفغانستان إلى الهند، حيث قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح إثر حريق في مشغل لصنع السترات الجلدية في ضاحية نيودلهي. ويعتقد أن الحريق الذي اندلع في الساعة 4:30 نجم عن ماس كهربائي أو عقب سيجارة. وقد هرع سكان الحي للمكان بعدما أيقظهم صراح الأشخاص العالقين في الداخل، في حين أفادت مصادر من فرق الإطفاء أن شخصين تمكنا من النجاة بعدما قفز من شرفة المبنى. نصل إلى جديد الملاعب هذا المساء والزميل عبد الحميد سالم، ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي محمد والحي، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جديد أخبار الرياضة لهذا المساء. استدعى الناخب الوطني كورتي مارتينيز مهاجم نادي تفرق زينة يلي دارا لتشكيلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون. وقد وصل جارا بالفعل إلى تونس صباح اليوم، وذلك الانضمام إلى العناصر الوطنية قبل مواجهة المنتخب التونسي نصر قرطاج وديا يوم الثلاثاء المقبل بملعب أولمبيك قابس بمدينة قابس عند الساعة 3:00 ظهرا في ختام المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب بتونس لمدة 10 أيام تحضيرا لتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019 التي تبدأ مباراتها شهر مارس المقبل. وكان المنتخب الوطني قد أجرى ظهر أمس مباراة ودية جمعت بالنادي الإفريقي التونسي وذلك بالعاصمة تونس، حيث شهدت المباراة تعادلا إيجابيا بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل منهما. تميزت الدورة الأولى لكأس عمدة بلدية عرفات بمشاركة واسعة من طرف فرق وأندية في كرة القدم على مستوى أحياء هذه البلدية، حيث شارك في هذه النسخة 20 فريق وتنافست على مدى ما يزيد على أسبوع
نجي ظبري بكأس الدورة وسط صراع قوي أظهر المستوى الفني الذي تحظى به فرق كرة القدم داخل هذه المقاطعة. وقد تمكن في ختام منافسات الكأس فريق مسجد النور واحد من التتويج بالكأس في دورتها الأولى، ذلك بعد فوزه بنتيجة هدفين نظيفين على حساب فريق كيجي ماقا المتوج بمركز الوصافة. الحفل الختامي شهد تقديم جوائز تشجيعية للفرق الأربعة التي تصدرت الدورة، وهي إضافة إلى فريق مسجد النور واحد، فريق قديماقة، فريق مسجد النور اثنين، وفريق أرسنال. وقد تعهد عمدة البلدية خلال حفل افتتاح الكأس بتبني البلدية للنادي الفائز من البطولة الحالية ودعم مساره في تصفيات المؤهلة لدورية درجة الأولى خلال الموسم المقبل. منظمو هذه التظاهرة الرياضية عربوا عن ارتياحهم الكبير للأجواء التي جرت فيها المنافسات. هذا الكأس يعني ياسر يعني للشباب، ياسر من به انه تواجد الشباب خاصة الرياضيين تواجدوا بصيغة أكثر، وشاكرين العمدة وشاكرين السلطات الإدارية ورانا موجهين الطلب للرياضيين الآخرين اللي منهم ما تحفظ الكأس للعمدة وفاتحين لهم المفتشية طالبين لهم يجوا أكثر ياكنوا يمارسوا جميع النشاطات المستوى المفتشية تعرفت قامت هذه البطولة والتي منحها في ختامها جوائز قيمة للفائزين، وهذا طبعا ما لا شك فيه أنه سيشجع الشباب على الرياضة وهو على المنافسة فيها. مشاهدينا الكرام، نشرتنا الرياضية متواصلة وجديد البطولة الوطنية لأندية درجة الأولى في كرة القدم نوافيكم به بعد هذا الفاصل. ويبدو أن الفاصل أسرع مما كان. في تعليقه على الأخبار التي راجت مؤخرا والتي ربطت بين مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون ونادي الإكسار أبو بكر والسالم الملقب بيجيلي، نفى رئيس نادي تفرق زينة وجود أي مفاوضات حالية مع اللاعب من أجل انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة شهر يناير المقبل. وأضاف رئيس نادي تفرق زينة في الصور التي نشاهدها بتصريحات صحافية له بخصوص الموضوع أن النادي ليس من عادته أن يفاوض لاعبا أثناء الموسم لكي لا يؤثر ذلك على مستواه، مؤكدا في هذا النطاق بأن اللاعب كان قريبا من التوقيع لبطل الدوري الموسمين الماضيين قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن حدثت ظروف منعته من إتمام الصفقة. وأشار رئيس النادي إلى أن الفريق بحاجة للاعب مثل بيكيلي في بطولة العرب التي سيشارك بها شهر فبراير المقبل حين يستقبل نظيره المريخ السوداني. تنطلق مساء الجمعة المقبل الموافق للثامن عشر من الشهر الجاري منافسات الجولة السابعة من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم، حيث ستشهد الجولة إجراء مواجهات مثيرة من أبرزها اللقاء الذي يجمع فريق تفرق زين البطل بفريق اتحاد تجنين، ولقاء آخر سيجمع العميد الإكسار بالشرطة والوئام بتريكجا وأفسن وادي بالوصيف بفريق الحرس الوطني. العنصر التالي يبين لنا مواجهة الجولة المقبلة من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى. مع تقدم المنافسات داخل البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم بدأت المباريات تشهد حضورا جماهيريا لافتا انتعشت معه المدرجات خاصة في الملعب الأولمبي. لقطة نشرتنا الليلة نرصد لكم من خلالها مستوى الحضور الجماهيري وقوة التفاعل لدى الجماهير الرياضية مع فرقها خلال مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم. نهاية نشرتنا الرياضية لهذا المساء، أشكركم على طيب المتابعة
وبعد الفاصل العودة على عودنا على بده والعودة أحمد إليك محمد. شكرا لزميل عبدو الحميد سالم على مشاعره الطيبة. وختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. وكالة التضامن تدشن مركزا صحيا ومدرسة مكتملة في مركز عبد البقر الإداري بولاية الحوض الشرقي. اختتام ورشة تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط في مجال الانتشار بالبشر. المشاركون يصدرون جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل آليات محاربة الظاهرة. بعد هدوء نسبي استمر أياما عدة، قوات العراقية تستأنف هجومها على تنظيم داعش في شرقي الموصل. نهاية هذه النشرة، عودوا فالتقيكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. إلى ذلكم الحين، في أمان الله. فورفيهات غاتي بلس، الحل الأفضل لجميع اتصالاتكم. نجمة واحد لجميع مكالماتكم المحلية. العرض الأكثر سخاء في موريتانيا. استفيدوا إلى غاية 6 ساعات من المكالمات مع 200 ميجا و 200 SMS. فورفي غاتي بلس نجمة واحد متوفر مع بطاقات تعبئة الجوال 100 200 300 500 1000 2000 و3000 أوقية. موريتيل، عالم جديد بين يديك. فورفيهات غاتي بلس، الحل الأفضل لجميع اتصالاتكم. نجمة 2 للربط بالإنترنت مع أفضل تغطية لـ3G في موريتانيا. استفيدوا إلى غاية 20 جيجا من معطيات الإنترنت صالحة لمدة 3 أشهر. فورفي غاتي بلس نجمة 2 متوفر مع جميع بطاقات تعبئة الجوال. واحد أوقية يساوي 1 ميجا. يمكنكم التعبئة من 100 إلى 20 ألف أوقية.